فممكن نقول هو انه في بدايه السنه فهي كانت واحد الجلسه مع المكتب المسير بعد الصعود ديالنا من قسم في شرف الهوات، وحافظنا على واحد النسبه ديال 60% من اللاعبين اللي صعدوا بالفريق، وحاولنا جلبنا يعني الخصائص اللي خصنا في المجموعه، فخلقنا واحد الانسجام بواحد السرعه فائقه في المجموعه، وبدينا بدايه الموسم لانه كانت بدايه صعبه خاصه المكتب المسير كان تخوف كثير من القسم الوطني الثاني، وحنا كانت عندنا ثقه كبيره في المجموعه. هذا سؤال مهم، علاش؟ لانه حنا بعد الصعود ديالنا من قسم الشرفي الهوات الاول يعني كان تخوف انه الرجوع ديالنا للقسم الوطني الشرفي الهوات، خاصه الجماهير يعني كلها كانت متخوفه، لا المكتب المسير لا الطاقم التقني، فكانت انهم متخوفين بانه يرجعوا للقسم الشرفي الاول. ولكن اللي كان انه فاش جلسنا في الاجتماع كان انه الحفاظ على المجموعه ونعرفوا كيفاش نجيبوا اللاعبين، فيعني بكل صراحه تعطتنا هذه المأموريه وخدينا احنا اللي خدينا لي ريكريتمون دي جوار، يعني هذا هو اللي ساعدنا كثير. والمكتب المسير الا كان تلبي الدعوات ديالنا حنايا ملي تنقبلوا على شي لاعب الا تيديروا الرغبه ديالنا، فيمكن انه هذه اللي خلاتنا انه مشينا في القسم الوطني الثاني بواحد الشكل اللي كان منظم وشكل جيد. فيمكن غادي نديروا نفس التجربه اللي درناها في القسم الوطني الهوات، غادي نبداو ان شاء الله لان الاستعدادات غتبدا الان، عندنا مباراه ديال كاس العرش يوم الخميس، وبعد المباراه ديال كاس العرش غادي نريحوا باش اللاعبين اللي غادي نخليهم في الفريق يمكن انه المكتب في اقرب وقت انهم يجلسوا معاهم باش يسنيو معاهم العقود باش نشوفوا انه النقص اللي غادي يكون عندنا في المجموعه. عندنا جوج لاعبين، عندنا ثلاث لاعبين اللي تيلعبوا رسميين اللي معارين، عندنا اللاعب زرهوني نوف من الرجاء، عندنا خلدوني وليد من اولمبيك اسافي، وعندنا سالف كيتا من اولمبيك خروبكا. فثلاث لاعبين يمكن اليوم انهم كلهم بغاو يبقاو في سيري واتزم، ولكن العقود ديالهم مع الفرق ديالهم، فاحنا غادي نتسناو انه نشوفوا واش غادي يتم الاختيار ديالهم مع الفرق ديالهم. الا ما تمش الاختيار ديالهم مع الفرق ديالهم فغادي نحاولوا حنا بجهد المستطاع ان شاء الله، باش لانه انا كلام ديالي مع اللاعبين فهم بغاو يبقاو مع سيري واتزم، فنتمناو لانه باش الا مشاو لنا ثلاث لاعبين فلازم ان تقلب على ثلاث لاعبين باش يعمروا هذا الملا اللي غادي يخليو. وعندنا بعض الاسماء ان شاء الله اللي غادي نحاولوا، لانه حنا ما بغيناش نذكروا اسماء ديالهم باش حتى ان شاء الله نديروا معاهم عقود عاد نقول الاسماء اللي غادي نتعاقدوا معاهم ان شاء الله. فاستقبلت هذا الخبر الامس في قناه رياضيه، يعني بكل صراحه كنا في التسجيلات وحتى دخلوا عندنا قالوا لنا راه اوسكار توفى، فهذاك الخبر استقبلناه لانه كان يلا تكلمت مع اوسكار تقريبا هذه دي جوغ في الراديو، وقال لي واحد الكلمه لان بكل صراحه ما قدرش نعبر لك كيفاش، قال لي انت سي مون فخيغ وانت ديما تخدم وانا ديما تنشوفك الخدمه ديالك، وراه غادي توصل وغادي تصعد الفريق وغادي تكون من المدربين الكبار في المغرب. فقال لي انا فخور بك، وبكل صراحه الامس بقى فيا بزاف الوفد ديالو، لانه كان ممكن انه يكون بالنسبه لنا حنا مؤطر ديال المدربين الشباب اللي غادي يعني يكونوا في الساحه المغربيه. واخا نبقى نتكلم حتى لغدا ما غاديش حتى واحد فينا ما غادي يعطي الاوسكار حقه، وتنقول له شكرا كل ما عطيتيه اللاعبين المغاربه والمدربين المغاربه والمغرب.